فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرتهن الذي أنفق على الرهن المركوب أو المحلوب هل له أن يبيع اللبن الذي قد حلبه أو يركب غيره بأجرة؟ إيه نعم، ما دام أنه له فله أن يشربه وله أن يبيعه. نعم. أو يركب غيره بأجرة؟ أو يركب غيره بأجرة؟ لا، المرتهن ما يوكل أحد، هذا للراهن هو اللي يوكل. نعم.